منظم جدا من الجزء الدفاعي وكمان عنده الكاونتر اتاك بشكل اكثر من رائع شفت المباراه دي ازاي كاداء ليورجن كلوب وعلى المستوى على مستوى النتيجه وخسارة ليفربول 3 2 آه المباراه كانت سجال بين الفريقين مباراه قويه جدا بس برده اللعب في ملعب آه حركه عارفة طبعا لندن الاولمبي تاريخ واستهام فريق لنداني كبير في الملعب دوت كانت مباراة صعبه وقبل المباراة لو نفتكر يورجن كلوب بيتكلم وقال لي ان الماتش صعب انا مش رايح نزهه ده ماتش صعب جدا كان حاسس يورجن كلوب بالمباراه المباراه حصل فيها جدل كبير حوالين التحكيم الهدف الاول اللي كلنا شفناه كره اليسون بيكر اليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول والكره حاول مش فاول الكره و... حاول يمسكها ويورجن كلوب كان غاضب جدا بعد المباراه وقال ان ازاي يعني التشابك حصل تشابك بين ايدين الحارس بتاعه وبين ايد وجسم جوه المنطقه بتاعت مهاجم فريق واستهام فالمباراه كانت جدليه ولكن في النهايه قدر فريق واستهام انه يفوز بيها 3-2 للمباراة النقطة السلبية الوحيدة ان المباراة الثانية على التوالي نجمنا محمد صلاح ما بيسجلش بعد ما كان كل مباراة من بداية الموسم تقريبا هدف ولو قلنا كمان بإضافة دوري أبطال أوروبا مباراة أتلتيكو مدريد هتبقى المباراة الثالثة على التوالي اللي ما بيسجلش فيها محمد صلاح صحيح يعني هو بالطبع مش لازم كل مباراة بيسجل فيها لازم يسجل فيها محمد صلاح لكن على مستوى الأداء أعتقد أدى بشكل جيد يعني وكمان من خلال الارقام ارقام المباراه هنشوفها معاك يا ايهاب ونستعرض برضو من خلال الارقام اداء ليفربول لان في فترات معينه كان ليفربول الافضل بشكل كبير سمحت له بعض الفرص لكن ما قدرش يسجل منها طبعا الهزيمه قدامنا ال... ال... الاحصائيه طبعا 3-2 لصالح ويست الفرص سبعه 7... يمكن ست فرص ليفربول سجل هدفين سبعه ويست سجل ثلاثه نسبه الاهداف المتوقعه تقريبا كانت لصالح ليفربول بفارق ضيق جدا 1.6 مقابل 1.0 الاستحواذ 64 لصالح ليفربول مقابل 36 التمريرات الصحيحه اجمالي 87% ليفربول مقابل 76 لويست هام التسديدات او التصويبات على المرمى ليفربول 15 تصويبه منها خمسه ما بين القائم والعارضه مقابل سته لويست هام منها ثلاثه ما بين القائم والعارضه عرضيات 24 ليفربول 14 ويست هام طبعا الركنيات 2 ليفربول 3 ويست هام برضو خلينا نتكلم وده اللي بقول لك عليه ان في بعض الفترات كان في تفوق واضح لفريق ليفربول لكن ما قدرش يترجم السيطره ديت لاهداف وبالتالي كان ويست هام من خلال استغلال الفرص الكاونتر اتاك كمان بشكل اكثر من رائع قدر يعني يكسب المباراه بالظبط زي ما حضرتك بتقول آه الارقام معظمها في صالح فريق ليفربول ولكن ديفيد مويس المدرب الذكي جدا عمل حاجه في المباراه دي جميله جدا اتكلموا عليها في انجلترا زي ما بنقول عندنا كده لا يفل الحديد الا الحديد هو ي بنفس طريقه ليفربول يا كابتن يعني ما دا نزل يلعب على الكاونتر اتاك دافع كويس جدا زي ما ليفربول بنشوف المباراه بتاعته بتستغل الثلاثي الرهيب فيرمينيو او جوتا مع صلاح ومانيس ثابتين وبيغير دايما اللي في النص فيرمينيو احيانا واحيانا جوتا او هجمه مرتده سريعه جدا بيخلي ليفربول يجيب اهداف كتير في كل المباريات اللي خاضها من بدايه الموسم في البطوله الاوروبيه او في الدوري الانجليزي نفس الامر عمله ديفيد مويز فرض لقابه رصيقه جدا على الثلاثي الهجومي الرهيب لفريق ليفربول واعتمد على الهجمات المرتده السريعه اللي عنده عناصر بتقدر تنفذها بنجاح جدا عنده لاعب في نص الملعب لاعب رهيب يا كابتن اسمه ديكلان رايس آه طبعا. نجم منتخب انجلترا لعيب متميز جدا نجم المباراه الاول واختير من آه من افضل لعيب المباراه دي من افضل لعيب الشهر بسبب المباراه دي كمان عندهم سعيد بالرحمه لعيب عالي جدا عربي عامل اداء متميز المهاجم بتاعهم اللي بينافس صلاح من بدايه الموسم قبل ما صلاح يفرق طبعا في الاهداف على لقب الهداف انطونيو فالفرقه فرقه جميله جدا وديفيد مويس قدر يعمل فرقه قادره على التنافس لكن من الغريب برضه ان طبعا كلنا تابعنا المباراه ان رغم التفوق المنت يعني الفريق ليفربول لكن هدفين من كورتين ثابتين يعني الكرة الأولانية كورنن ودخل وكان فيها اعتراض شوية لكن الجون الثالث كان كمان من كرة ثابتة اتلعبت على العارضة البعيدة وكان يعني حتى الحالة الدفاعية لفريق رغم وجود طبعا يعني فان دايك, دايك عنده طول وبنتكلم على أخطاء الطبيعي ما بتحصلش في كتير في ليفربول الجون الثاني كاونتر أتاك هاي لكن الجون الثالث والجون الأول كرات ثابتة وده اتكلم عليه يورجن كلوب بعد المباراه يا كابتن وقال حاجه غريبه يعني هو اتكلم على دفاعه فرقته برضو قال ان حاجه غريبه الاهداف اللي جت فينا احنا النهارده كان قال ان في اخطاء غريبه جدا انا مش متخيلها وما بتحصلش كتير معانا زي ما حضرتك بتقول وتسبب منها هدفين للفرقه بجانب الفرص الكتير زي ما شفنا ان فرقه ليفربول ليها كابتن خلال المباراه 15 تصويبه على المرمى او 15 تصويبه فعلا على المرمى منهم خمسه ففرقه ليفربول راحت كتير جدا ولكن كان في عدم تركيز هو نفسه قال كده كان في تسرع في انهاء الهجمه قال ما كناش مركزين في التلت الاخير من الملعب وده يمكن اللي ليفربول دفع ثمنه وتكبد بيه اول خساره في الموسم كان طبعا على مستوى بعد المباراه